هات اخويا منير، هاي المسائل كاملة مشات رماد. يعني واخا ما كاينش الضو، الضو ما كاينش، كان فيه الملك اخويا باش تشوف هادشي. عرف كي ولا انا بالفايونس كي ولا هو باش نرجع الماد، ما نكون جنا نرجع الماد. انا معاك اخويا منير، هات الحاله كيفاش دايره، يعني حاله مزريه اخويا. والله يسلك امور ديالك اخويا، توقف في الخير، الله يسلك امور ديالك، الله يخليك صحتك، خلصك الى الله. هادشي اللي كنتمنى يخلصك الى الله، تعاون مع الانسان اللي هو يتيم يعني، و عندوش شي واحد اللي غيوقف معاه غيرك انت والله. يخلصك الله اخويا، هادشي اللي كنتمنى اخويا. كلشي كيف خوت اخويا؟ اولا السلام عليكم، كنشكر قناه اخبارنا، كنشكرك اخي جي على الزياره، وخاودي محمد معكم، خاودي محمد بقى لي حريق ومشى الفراش، ويعني مشى كل شيء. شي بركه هي كانت حاطه، يعني مشات هي، كنت ناوي ندير بها شي حاجه، مشات هي يعني يدمرت، يعني ما بقى لي حتى حاجه. يعني كنطلب من المحسنين اذا كانت شي مساعده يساعدوني، في يعني في يا ماديا، يا اللي بغى يساعد الفراش ماشي مشكل، اللي بغى يجي يشوف الحاله راه مرحبا بألف مرحبا. انا كنت يعني هابط، كان دار يعني ما فيها حتى واحد، جيت كنت فاجئ يعني يعني البومبيه طفاو، داكشي مشاو كانوا على البوليس اللي لقيت، و يعني في ديك اللحظه راه صافي اتصدمت، يعني ما يعني صافي دخلت ما عرفتش غندير والو. مشيت صافي يعني عاوني واحد الصديق ديالي باش تعدو شي ايام. ايوا هذا هو اللي كاين، يكون الضو، يكون الضو، غادي يكون الضو. ربما نكون سيت شارجور هو اللي دار لي هادشي، يعني اول مره كيوقع هادشي. زعما كاين حل الاجتماع ديالي، يعني يعني يتيم، يعني ما عنديش العويل لا والو، العويل الى من عند الله، معتمد على راسي من صغري، انا اللي كنصرف، انا اللي كان يعني ما كاينش يد مساعده والو من يعني من صغري وانا كان بصراحه تصدموا يعني، وما كاينش زعما كاين اللي يعاونني والو بصراحه، ما كاينش، ما كاينش اللي يعاونني يعني الا واحد الناس اللي هما يعني في الدومين ديالي، كنشكرهم بزاف الله يرحم والديهم، الله يسر لهم امرهم، هما تعاونوا معايا يعني شي حاجه، يعني الثلاجة، يعني البلازما، الماريو، البيت نعاس، يعني الزربية، هادشي كلشي مشى، هادشي كلشي مشى، والفايونس تقلع كامل، البلافو تا هو تقلع، كلشي يعني مبقى حتى حاجة والو في الدار. دخلت يعني عادي، شفت داكشي تصدمت بيه، ما يعني من بعد صافي خرج، ما يعني ما بت فيها ما والو، خرج ما كاينش فين انتبهت والو، يعني كلشي رجع حموم، كلشي يعني الارض تقلعات، كلشي يعني ما كنت باغي ندير بهم شي مستقبل. الساعه يعني صراحه دمرت بزاف، ويعني ما كنتش ناوي هادشي، زعما كاين فلوس كل مره كنجمع بشويه بشويه، وراك عارف الدومين ديال الحلاقه ماشي شي حاجه اللي ما عندك الحانوت، وكل مره كتنقرض واحد
يجيب الله مثلا 30 درهم في النهار ما دير لك والو، يا يعني كتاكل بها تشرب اللي كيجيبوا لي كيدير النهار هذا هو اللي كاين محدود. داك الشيء تقريبا غتكون شي 3 مليون. 3 مليون اخي ورا تقريبا راتي باش شقد النفس وبزاز تقريبا راتي 4 سنين وانا كنتكافح باش جمعت بزاز 4 سنين. وكتناوي بغا ندير زعما كاين شي كونت فاش نحط هاد الشيء الساعه قدر الله ما شاء. قلت صافي راه محطوطين في امان صافي قدر الله ما شاء اخويا. كتاب اليوم مكتاب اخويا والو مابقى حتى حاجه والو. طلبوا من المحسنين ان شاء الله يشوفوا من هاد الاجل هاد السيد راه ما غاديش يدير عليهم حتى حاجه ماضيه اليوم. اي حاجه دار شي حاجه في سبيل الله راه ما غاديش يلقى يوم قيامه. تماما تماما اخي تماما صراحه مادام تاج الاعلام الا راه صافي تسدوا لي الابواب. نتوما لقيتكم باش نحكي لكم ونخوي قلبي لكم. لا نهائيا نهائيا العائله كلها تواحد واحد يعني كلهم مساكن على قد الحال يعني ما عندهمش على قد الحال تما شي كاري شي يعني على قد الحال شي مجوج يعني ما عنده وليدات عنده مسؤوليه ما يقدروش يعني. المطلب ديالي انا يعني يجي يشوفوا محمد فين عايش بغاو يتعاونوا معايا فلوس مرحبا بغاو يتعاونوا معايا في حوايج مرحبا ما كاينش مشكل. انا راه الاشاره والباب مفتوح في وجههم مرحبا بهم. اش نقول لك اخويا عبد الرحيم يعني الناس اللي كيخليو هادشي راه صعيب الحال شويه راه صعيب بزاف بزاف صعيب. انا يعني يحفظ الله كون البوطه كاينه هنا وكون ما كاين جا شي في البوطه كون هاود الدار كامله حفظ الله وصافي. ومعنا السكان الفوق منا يعني ودراري صغار كانت الدار غتبط كامله كون جا من يوصل وصلت البوطه وصلت يعني يحفظ الله وصافي. ما جات في هادشي زعما كنقول راه الحمد لله على كل حال. رسالة المغاربة ديالهم انا عارفهم ما غاديش يخيبوا ظني كنتمنوا من يتعاونوا معايا وتضامنوا معايا راه حنا اخوان وحنا يعني مسلمين يعني راه ربي غيخلصهم وغيجازيهم الله على هادشي يتعاونوا معانا. وراه بصراحة والله يعني ديال البكية شاداني بصراحة ما قدرش يعني نعبر على شي حوايج اليوم. ان شاء الله الاخوان يعاونوا ببارطاج هذا البارطاج يعاونوا ان شاء الله راه حتى هما هادشي تا هو راه في حد ذاته راه اجر وليس الامر اي واحد دار شي اجر راه غادي يلقاه يوم القيامه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.